أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج صدى الأقلام من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى انهيار الاتفاق المبدئي بين القوى الشيعية والكرد بشأن الموازنة. وفي الزمان البرلمان يخفق بتمرير الموازنة بعد انسحاب الأكراد احتجاجا على نقض الاتفاق. أما في العربي الجديد، العراق طلب رسمي من 172 نائبا بحل البرلمان قبل يوم من الانتخابات. وفي الشرق الأوسط، معارك مأرب تستنزف الحوثيين والجماعة ترد بقطع الاتصالات. نقرأ في القدس العربي، نتنياهو لن يحصل ضم في الضفة الغربية دون موافقة بايدن. وفي الخليج الإماراتية، مطالبات أممية وأوروبية بسحب المرتزقة من ليبيا. وأخيرا في الاتحاد الإماراتي، في تصعيد جديد، الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد صادرات لقاح أسترازينيكا. سلطت صحيفة المدى في تقرير لها الضوء على الذكرى الثانية لغرق العبارة السياحية في الموصل. قالت الصحيفة إن هذه الذكرى تأتي فيما الجنات الرئيسيون المسؤولون عن هذه الكارثة ما زالوا هاربين، كما أن مصير 29 من الضحايا ما زال مجهولا. أضافت الصحيفة أن الحادثة كشفت عن جانب آخر مخفي، وهو سيطرة الميليشيات المسلحة على مدينة الموصل. ما زال هناك نحو 30 ممن غرقوا في العبارة في عداد المفقودين، فيما محافظ نينا والسابق والذي كان أحد المتهمين حكم بعدة قضايا، لكن ليس من بينها حادث الغرق. ويقول مسؤول سابق في الموصل إن المتهمين الرئيسيين في حادث العبارة ما زالوا هاربين، مؤكدا أن ضغوطا قد مورست حينها على لجنة التحقيق بالحادث لإبعاد عدد من المتورطين في غرق العبارة. وأضافت الصحيفة أن أسماء لعدد من المنتمين إلى فصائل مسلحة قد وردت كشركاء لريان الحديدي المستثمر العام في الجزيرة السياحية حيث وقعت الحادثة، وقد اتهم هؤلاء الأشخاص بعرقلة إجراءات السلامة التي كانت من المفترض أن تخضع لها الجزيرة بشكل دوري. وبحسب المسؤول الذي كان حينها ضمن لجنة التحقيق والذي طلب عدم نشر اسمه، فإن ثلاثة أسماء تابعة لفصائل مسلحة وردت في التحقيق لكن لم يعتقلوا حتى الآن. وتسربت حينها معلومات عن أن الحديدي كان قد اعترف أنه يدفع نسبة من أرباح الجزيرة السياحية شهرياً لبعض الفصائل، ووفق المصدر فإن التحقيقات قد تم التكتم عليها ولم تعلن، وجميع المتهمين الذين اعتقلوا وعددهم كان نحو 15 شخصاً تم الإفراج عنهم بكفالة. وتختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الجزيرة السياحية يملك نصف أسهمها أشقاء يعرفون في الموصل بأولاد عبيد الحديدي مقابل 30% لشخص يدعى حيدر الساعدي تابع لميليشيا العصائب، بحسب تصريح سابق لمحافظ نينوى نوفل العقوب الذي تراجع عن تصريحه بعد ذلك. ما تزال السلطات الحكومية في بغداد تصدع رؤوس العراقيين بزيارة بابا الفاتيكان، وكأنها حققت إنجازا معتبرا. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن السلطات تجاهلت حقيقة المشهد الذي اكتظ بالفضائح على كافة المستويات، بدءا من موقف سياسي أحادي الجانب ومتناقض الأداء اتسمت به الزيارة بناء على التمييز والمحاصصة اللذين بنيت عليهما العمليات السياسية، وانتهاء بمهزلة تعبيد أنصاف الشوارع وطلاء العشب اليابس باللون الأخضر في واحدة من أكثر صور الفساد مهزلة وسخرية.
لأن اللاعبين على الصعيدين الدولي والإقليمي أرادوا أن تكون هذه الزيارة تاريخية حسب وصفهم. كان لابد أن تحاط بهالة إعلامية وصخب رسمي يحقق أبعادا يراد لها أن تكون سندا جديدا للمنظومة السياسية في العراق، بغية منحها مزيدا من الوقت ودعما إضافيا يعيد لها حضورا مصطنعا بعد انتكاستها وتزايد هوانها في أعين العراقيين، لا سيما وأن مساحة الرفض الشعبي والجماهيري لها باتت متسعة أكثر من أي وقت مضى، بما يؤشر على فشل مبكر جدا يسبق مسرحية الانتخابات التي توصف بالمبكرة، رغم أنها لن تجرى إلا بعد نحو 7 أشهر من الآن. تناقضات حكومة بغداد لم تعد مشهدا مثيرا للانتباه أو موقفاً يستدعي مزيداً من التحليل، لأن هذه السلوكيات باتت سجية وصفة دائمة لدى جميع من تعاقب على إدارة العملية السياسية ومن انخرط فيها. إن حكومة بغداد لم تعر سمعاً للبابا حتى ولو مجاملة أو على مستوى ظاهري، فعادت بعد انتهاء زيارة ضيفها إلى وضعها المعتاد وحالتها الطبيعية، لتستخدم القوة المفرطة مجدداً في وجه المتظاهرين العزل وتعيد جريان الدماء في ساحات الاعتصام والاحتجاج، وخاصة في الناصرية والنجف بشكل أكثر قسوة وأشد بطشاً. الكاتب يرى أن الأمر كله باختصار استخفاف بالعراق وشعبه وتوظيف سياسي برؤية دولية. وجد الغربيون في فرانسيس ساعي بريد لإيصاله تحت غطاء التسامح والسلام، لكنه لم يكن مؤهلا بالمرة. زار بابا الفاتيكان فرانسيس العراق أخيرا 3 أيام، وبحسب ما رشح كان سبب الزيارة إعادة أملاك العراقيين المسيحيين المستلبة من الأحزاب الحاكمة وميليشياتها، الطلب منهم عدم مغادرة وطنهم وتحفيز المهجرين للعودة إليه. ولا إسلام الرأي تقول في صحيفة العرب الجديد إن هذا كل ما يتمناه أي عراقي سلبت أملاكه، وهم عشرات آلاف الأشخاص مسلمون ومسيحيون تتلكأ الحكومة في إرجاع ما سرقته منهم بحجج ما أنزل الله بها من سلطان. إن من يضع يده على كل هذه الممتلكات هي الأحزاب وما يتبعها من ميليشيات تقرصن الشعب والعراق كله، ولم ينقطع ذلك في أي وقت، بل يزداد ويتمدد مع تعاقب الحكومات، ويجري تحت سمع دول الاحتلال وسفاراتها وأنظارها، وتحت سمع سفارة الفاتيكان وأنظارها، وسمع حلف شمال الأطلسي الناتو وأبصاره الذي يقول رئيس بعثته إنهم مسؤولون عن تأمين العراق. بدت زيارة البابا فرانسيس في أور الأهم في برنامجه العام لأنشطته في زيارته للعراق، وهو يصلي بمجموعة مختارة من الحكومة يغلب عليها نظام المحاصصة الذي أسسه الغزو واحتلال العراق أكثر مما يمثل الواقع، ليبدو اختيارا لمرحلة جديدة رسمها الاحتلال الأمريكي. صحيح أن كل مقاطع الإنجيل المختارة فيما قيل في أثناء أنشطة الزيارة البابوية وكذا كلمات البابا فرانسيس كانت عن حق الجميع في العيش المشترك ورفض التسلط على الضعفاء، وهو ما يتمناه كل أبناء الشعب العراقي المظلوم، لكن الفاتيكان يتغاضى عن ذكر الاحتلال الذي هو سبب معاناة العراقيين بكل مكوناتهم، ويدعم ميليشيات تهدد حياتهم وتسلب أملاكهم. يقول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الحكومة لن تتصادم معها. الكاتبة ترى أن زيارة البابا تظهر أن مؤسسة الفاتيكان لا يمكن أن تتجاوز مخططات الدول المحتلة للعراق أو المحتلة للعراق، بل هي تسير جنبا إلى جنب معها. أهل العراق بكل مكوناتهم ومنهم المسيحيون يعرفون هذه الحقائق، وهم أول من أوصل شهادات كثيرة عما حصل لهم في بغداد والموصل من قتل وتهجير وسلب ونهب. إياد أبو شقرة يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن هناك سؤالين لابد أن يتبادرا إلى ذهن أي عاقل يشاهد بأم العين انهيار لبنان. السؤال الأول هو هل وافقت نهائيا القوتان الغربيتان الأساسيتان المعنيتان بالوضع اللبناني أي الولايات المتحدة وفرنسا، هل وافقتا على تسليم أشلاء ما تبقى من بلد إلى إيران؟
السؤال الثاني، إذا كان هذا هو المطلوب فكيف سترتسم حدود المصالح الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط ككل؟ الكلمة التي ألقاها بالأمس حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والحاكم الفعلي للبنان لم تترك مجالاً للشك في حقيقة ميزان القوى الداخلي في بلد ما عاد جائزاً إنكار حقيقة أنه محتل. كانت تلك الكلمة مجموعة من الأوامر والنواهي والتخوينات والتوجيهات، ومن ثم التعليمات الموجهة لكل مسؤول في السلطة من الرؤساء الثلاثة إلى قائد الجيش إلى حاكم مصرف لبنان، وانتهاءا بالمتظاهرين المنتفضين في الشوارع وعلى الطرقات التي هدد بالتعامل مع قاطعيها. لقد خص مرشد الدولة وحاكمها بصراحة وبلا مواربة كلا من هؤلاء بأمر معين حيال ما يريده منه، منهيا قائمة الأوامر بالتهديد بتدابير أخرى تتعلق بالدستور والحكم خارج المؤسسات الدستورية الحالية. ومن أبسط الأوامر رفض نصر الله القاطع فكرة حكومة التكنوقراط التي كانت قد اقترحتها المبادرة الفرنسية البائسة والتزم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ودعوة نصر الله إلى تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال المستقيلة إذا عجز الحريري أو رفض تشكيل الحكومة التكنوسياسية التي يريدها حزب الله وتابعه المسيحي التيار الوطني الحر، أي تيار رئيس الجمهورية ميشيل عون. وبحسب الكاتب فإن واشنطن جو بايدن وباريس إيمانويل ماكرون غير متحمستين لخوض ما تعتبرانه حربا سياسية في لبنان ضد ميليشيا إيرانية، وبالأخص إذا كانت إسرائيل راضية بالتعايش مع هذه الميليشيا وفق شروط محددة. قائمة مشتركة وانتخابات محسومة النتائج سلفاً أم قوائم متنافسة تترك الباب مفتوحاً أمام شتى الاحتمالات والسيناريوهات؟ سؤال يشغل الساحة السياسية الفلسطينية على مبعدة شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من أيار المقبل. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن المطلوب من هذه الانتخابات هو تجديد شرعيات أكل الدهر عليها وشرب، فباتت عبئا على أصحابها بدلا من أن تكون ذخرا لهم. انتخابات بقائمة مشتركة من دون توافق وطني سياسي ونضالي وفي الشرط الفلسطيني الذاتي والموضوعي الخاص يمكن أن تفضي إلى تنظيم الانقسام واحتوائه، فتصبح الحكومة والمجلس التشريعي المنبثقان عنها بمثابة سطح مشترك يصل ما بين بنايتين قائمتين وبمدخلين منفصلين، واحدة في الضفة والثانية في غزة. انتخابات بقوائم متنافسة من دون توافق وطني سياسي ونضالي قد تنتهي إلى ما انتهى إليه سيناريو القائمة المشتركة بالنظر إلى الأزمة التي تعتصر الفصيلين الكبيرين وحاجة كل منهما للآخر، بيد أنها قد تبقي الباب مفتوحاً أمام سيناريو تعميق الانقسام وعودة التراشق وتوسيع الشرخ. ومن يظن أن سيناريو الانهيار يمكن أن يوحد الفصائل عليه أن ينظر إلى لبنان الذي يسقط بتسارع إلى قعر هاوية سحيقة، من دون أن يحرك ذلك أي إحساس بالمسؤولية لدى قواه السياسية والفصائلية. الانتخابات في الحالتين بقائمة مشتركة أو قوائم متنافسة لن تفضي إلى إفلات غالبية مقاعد المجلس التشريعي من قبضة الفصيلين الأساسيين فتح وحماس، أي بمعنى أنها لن تفضي إلى تغيير النظام السياسي، بل قد تفتح ثغرة تصغر أم تكبر في جدار الثنائية الحاتمة للحالة الفلسطينية تسمح بفتح بعض ملفات إصلاح النظام وليس تغييره. الكاتب يرى أنه بقائمة مشتركة أو بقوائم متنافسة لا منص أمام الفلسطينيين من خوض غمار الانتخابات المقبلة، وأغلب الظن أن الوضع بعدها لم يكون أسوأ مما كان عليه قبلها، فالمسافة واسعة بين التمنيات الوردية وخرائط الطرق المرسومة بعناية على الورق من جهة وواقع الحال المقيم على الساحتين الضفاوية والغزاوية من جهة أخرى. يشغل محللون وخبراء سياسة عرب وأجانب أنفسهم بنتائج الانتخابات الإيرانية المقبلة، ويؤجلون توقعاتهم حول المرحلة القادمة
ويتوهمون بأن على أساسها سيتقرر شكل المنطقة وملامح العلاقة المقبلة بين إيران وإدارة بايدن. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذه الانتخابات شكلية ويحتاج إليها النظام الإيراني لتجميل وجهه أمام العالم الخارجي، أما نتائجها فمعروفة ومقررة سلفا ما دام الولي الفقيه هو الذي سيقرر أو يقرر من المسموح له الترشح ومن المقرر له أن يفوز. منذ قيام جمهورية الخميني والسلطة الحقيقية والقرار الأول والأخير بيد شخص واحد متفرد وممسك بجميع مفاتيح القوة العسكرية والمالية والأمنية والدينية في البلاد، لم يكن أبو الحسن بني صدر وعلي خامنئي أثناء قيادة الخميني ثم هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمد نجاد وحسن روحاني في عهد المرشد علي خامنئي بأكثر من موظفين معينين فقط لتنفيذ سياسات مرسومة ومقررة من عل، ليس لهم فيها سوى صلاحية الاجتهاد في طريقة التنفيذ، أي أنهم مجرد مدراء مكتب القائد الأعلى مكلفين بنقل أوامره إلى أجهزة الدولة المختلفة وإلى دول الخارج. وواضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي أكثر القائلين بانتظار نتائج الانتخابات الإيرانية تحاول أن تكسب مزيدا من الوقت أملا في اقتناع المرشد الإيراني بسرعة العودة إلى التفاوض حول الملف النووي والصواريخ، وهي من أجل ذلك لم تدخر وسعا في بذل إشارات إيجابية عديدة توحي بأنها غير معنية سوى بما يتعلق بالملف النووي من الشروط 12 التي وضعها مايك بومبيو وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. والحقيقة أن إيران أكثر من إدارة بايدن شوقا واستعجالا للمفاوضات، خصوصا بعد أن بلغت مرحلة الاختناق المالي والاقتصادي والاجتماعي. ويختتم الكاتب بالقول إن من يتأمل أن تتضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية القادمة ملفات الوجود الإيراني المذل والمفقر والمفسد والمستغل في العراق وسوريا ولبنان واليمن فهو واهم وسابح في عالم الأحلام التي لا تتحقق. صادر وكلاء الجمارك في المكسيك 1555 قارورة مزيفة من اللقاح الروسي سبوتنيك كانت مخبأة في مبرد مملوء بمياه غازية على متن طائرة خاصة متجهة إلى مطار لاميس الدولي في مدينة سان بيدرو سولا شمال غرب هندوراس. أقلت إدارة الضرائب المكسيكية المسؤولون أخرجوا الصندوق المليء بقوارير اللقاح ونقلوه إلى منطقة أخرى لحفظه في الثلاجة قبل أن يكتشفوا أنها زائفة. وتعمل الحكومة المكسيكية على تضييق الخناق على اللقاحات واختبارات فيروس كورونا المزيفة التي أصبحت متاحة بشكل متزايد، إذ اكتشف مختبر في مدينة كانكون يقدم اختبارات وهمية لطلاب الأرجنتين في المكسيك لمساعدتهم في الاحتفال بتخرجهم في وقت ثبتت فيه إصابة ما لا يقل عن 74 من 169 طالبا بالفيروس في المطار. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم.
وبهذه يا رسوم مشاهدينا نختتم صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.